سي مختار عايد عرب كانت ضيفة في برنامج ضيفنا على كيفنا وصرحت قالت أنا كان جيت بنت مختار التليلي ما نخليش يعاود يخرج في التلفز على خاطر خلوه ضحكة. اسكو اليوم سي مختار تعتبر اللي فلوسك وفيت معناها في التلفزة ماتش؟ لا عايد عرب قبل ما تجاوب على عايدة شوفها اش قالت عنا الكتريمينا. أنا كان جيت بنت مختار التليلي ما عادش نخليه يظهر في المنابر الإعلامية. الحقيقة. الحقيقة. عاش خليه تجرح الجملة كان مدرب ولا لا مش تجرحش ولا تجرحش هذيك الحقيقة. اختارت ليلي عنده جمهور كبير ومعناتها كي يطلع في برنامج فما نسب مشاهدة كبيرة تجي فما 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 مر وفما معناها وقت معين يلزم الإنسان زادا يحافظ على الإيماج نتاعو على صورته. الصورة وقت اللي معناها تولي معناها بالحق يولي عبد يعملوه كيما الضحكة باش يضحكوا عليه وباش ولا باش يضحكوا بيه أنا تحس في نفسي هذا اللي قالته. أنا لو مش أجاوبها شو نقول لها ساعة ما تتصرفش باش تكون هي بنتي. لا 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 شو ليه معناها شو نقولوا تعرف شو عملت هذيك هذيك فما مرة فما صحفي اسمه اسمه مختار التليلي الله يرحمه الله يرحمه وعنده بنته عنده بنته مانيش عارف عليها سهاء اسمها ولا كما بنتي ولا لا لكن بنته عم صارت لها مشكله هزوها البوليسيه يبحثوا فيها اش كتبت؟ بنت مختار التليلي المدرب كي كلمتها قالت لي سامحني انا غلطت الوليد اللي يحذر هو اللي غلط في البلاد قلت لها هذا فما مختار التليلي صحفي فما مختار التليلي التواجد مش معقول يعني مش تفهم شنو هي الشخص هي تعرف اللي مش 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 بنتي انا هي تعرف خاطر كما هي تعرف هي ما تعرفنيش هي سامحني سي مختار سامحني سامحني هي ما تعرفنيش هي ما تعرفنيش اي مش مش انا ما قعدت معاها ما قعدتش معاها نهار دقيقة ما قعدتش معاها هي ماهيش مشكلة معرفة سي مختار لكن كي نحلل انا كلامها بالبراءة للأمانة نكون صادق معاك كي تقول هي ما خليش انا في مقام الوالد باش ما يكونش ضحكة أنا ضحكتها من باب الإيجابي مش من باب السلبي. أنا مش أنا مش أنا مانيش ضحكة. نحكي لك. أنت حاشاك قدرك عالي أنا مش أنا 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 يجيبوني بالفلوس، يعطوني الفلوس باش 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 ننشط، أنا ننشط منشط. أكيد أكيد. أنا منشط. أكيد. أنا تعديت في التلفزيون الكل، في البرامج الكل تعديت أنا. أخويا نورنا بوجودك هذا ما نشكوش فيه. هذية هذية نورمالمون هي ما تحكيش على الرياضة. لا بالعكس من باب غير هي تحكي صحفية رياضية هي صحفية رياضية أنا نعرف وأنت ما تعرفش كيف هو الصحفي ما يعرفش مختار أنا عارف مختار شيء ما يعرفش على السكت ما يعرفش شيء لازم نعطي رأي ما يسأل أي بيان سور أنا الطريقة اللي حكيت بها مش أنا جبت إنسان عنده كارير كبير وأكبر منها في العمر كما قالت هي في مقام الوالد دونك مانيش اندير سي مختار انت شخصيه عامه وقاعد تناول ميسا يعني سي مختار كل فاش قلت الحكايه مش اجتماعيه انت شخصيه عامه وقاعد تناول يعني حضورك التلفزي من طرف عايده باسلوبها هي لا اعتقد انها تستهدفك في شخصك بقدر ما تعاملت مع الصوره أكيد. يعني قالت سي مختار في العمر هذاك احيانا انت تتعامل بتلقائيتك التوانسه في عمرك انت يحبوا رجل يعني أيوة رصين وشد السبعات ستيرا دونك ما عندهاش خلفيه واضح هو هذه اجابته انا ولادي اصحابي ولادي اصحابي بنتي صاحبتي صاحبتي اما انا حر باش نطلع في التلفزه نجي في التلفزه وقت يضرب شويه مز ولا شويه جو نقوم نشط عادي عادي مانيش كومبلكسي مانيش كومبلكسي انا مانيش كونستيبي انا مانيش كونستيبي انا نقوم ونحكي ونضحك ومرتي قابلة هذا علاش سي مختار التليلي اليوم فما برشا اعلاميين ورياضيين يهاجموا فيك شنو هو السبب؟ شنو فما برشا اعلاميين باش يتشهروا باش يتشهروا كوم هكا لي ديناصور انا جو سوي ديناصور ديناصور سي مختار اي يبداو يتنكزوا في جوت ويحبوا يقدموه ويحبوا ياكلوه باش يشوفوه الناس يقولوا والله سبوا ولا سبوا مختار التليلي ولا قال مختار التليلي ولا قال باش هو يهبط في الهبطه مختار التليلي 50 وازون على التيران 50 وازون في الفيستيال 50 وازون يهاني في الجمعيات الكبار نتاع تونس الكل سي مختار للامانه هذا الكل الامراء نتاع الامراء نتاع السعوديه ونتاع البحرين ونتاع الامارات ما عرفوش مختار التليلي
في الجزائر وفي ليبيا ما يعرفوش مختار التليلي، القذافي ما يعرفش مختار التليلي، الزي بن علي ما يعرفش مختار التليلي، بونقيبة ما يعرفش مختار التليلي، يعرفوه كلهم. باجي خالد السبسي ما يعرفش مختار التليلي طبعا. مش لازمنا مش لازمنا تواضع سي المختار بعد هاك الكلام اللي نسمعه. لا 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 التوانسه التوانسه منافقين، التوانسه يحبوهم جل التوانسه محبتك، جل التوانسه منافقين، جل التوانسه منافقين. تعرف علاش؟ على خاطر كي تسكت انت يعفسوك. لا هي معقول ثم زوج يقولوا مش الكل ويخزموك. هي اكيد ويحب اللي عنده عام خبره، عنده فما ناس عندهم عام خبره وعامين خبره صحيح يجابع على مختار التليلي على فوزي بن زنتي وعلى قدرك عالي اكيد ما شكوش فيه. صحيح شنو هذا؟ اما ماذا بينا انت قدرك عالي الكلام يكون اكثر نتربيوها من جلدك ونتعلم منك. مختار التليلي عنده ثقه في روحه وصريح طلع في فقرة جاوب مينا. يعطيك الصحة يا مينا، يعطيك الصحة. سيس شوية على الضيوف يا عايش. والله لا سيست ويتسمع على لا لا ما قلت شيء. وفهم أنا عندي في السياق هذا قبل ما نختمه مختار عندي سؤال نحب نسأله لك. أسأل باه. أنت محسوب على سليم شيبوب؟ أنا محسوب على سليم طبعا. باه طبعا. ومحسوب على حمدي المدب. كيف هي علاقتك بحمدي المدب حاليا؟ علاقتي احسن ما يكون انا حمدي المدب ولي نعمتي على راسي حمدي المدب. وسليم شيبوب خويا الصغير، خويا الصغير حمدي سليم شيبوب كان يحترمني جدا جدا جدا، وكنت الظل بتاعه، كنت يده اليمين سليم شيبوب. عندك نفس الموقع مع حمدي المدب كما كنت مع سليم شيبوب ولا بعد شوي؟ لا مع حمدي المدب يختلف الوضع. حمدي المدب صعب، كل ليله في داره انا حمدي المدب، كل ليله تو معناها كل ليله في داره. باسيو اصدقاء باسيو اولاده كيعانسوا البنات والاثنين كيعانسوا انا موجود. وكي ولدوا احمد عانس انا موجود، ومراتي موجوده وسهى موجوده، والناس كنا موجودين، احنا عائله واحده. سليم خدمه، سليم خدمه والله نخدم معاه. وديع الجاي خدمه، وديع الجاي كي وفات الخدمه وفات المكتوب وفاه ما عادش هذا ما يعنيش زاد راهي الخدمه تنجم تؤدي للصداقه مخ نجمو نخدم مع بعض. هي الخدمه اداه للصداقه مع سيد حمدي المدب مع الباقيه بيناتهم خدمه فقط، هذا اللي نفهمه. اي واضح واضح العريق. شكرا ليك يعطيك الصحه يا مينا على الاسئله كانت هذه. جاوب مينا نخرجوا فاصل وبعد راجعين.